جولتنا الأخيرة من فرنسا، حيث يعيش المسلمون أجواء رمضانية استثنائية فرضتها التدابير الصحية واضطرتهم لعيش الشهر الفضيل بصورة مختلفة. مسلمو فرنسا جالية تقدر بعشر السكان، قرابة 6 ملايين مسلم اعتادوا إحياء شهر رمضان. جالية متمسكة عادة بتقاليدها في الشهر الفضيل. زبائن، الزبائن، خوف، خروج، إشاعة المرض هذا كان خطير ومزمن ويتو، الناس كانت تخوف باش تجي. أجواء رمضان الحمد لله ماشي كما العادة، ماشي كما الباقي الأيام، ولكنها الحمد لله كما نقولوا قدر مكتوب عند الله. الجوامع، الصلاة هي اللي نقصت، العباد ما تصليش، الجوامع مسكرة، التراويح، الجو متاع رمضان سي نورمال، كل شيء ينقص. نحات تسكرت الجوامع والناس شدت ديارها، ما عادش فما صلاة التراويح، ما عادش فما القرآن، ما عادش نسمعوا شيء، سي نورمال جو رمضان تنح. دخل شهر رمضان هذه السنة على مسلمي فرنسا بغير عادته. تعليمات الحجر الصحي المفروض على الفرنسيين ألقت بظلالها على مجريات شهر الرحمة. المسلمون هنا أدركوا أنهم لن يتمكنوا القيام بشعائرهم وطقوسهم بطريقة اعتيادية، سواء على الصعيد الروحاني أو الاجتماعي، لكننا طمأناهم بإمكانية القيام بصلواتهم من بيوتهم. في زمن التباعد الاجتماعي وتقييد الحركة، تقطعت السبل بمن كان ينوي العودة لبلده الأم، وافتقد المسلمون هنا تقاليد وطقوس كانت تجمعهم باسم رمضان وصارت تفرقهم باسم كورونا. موائد الإفطار الجماعي وصلاة التراويح باتت من الماضي. تحت تعليمات حجر قاسية وأعداد إصابات مخيفة، اختطف فيروس كورونا بهجة رمضان وأطفأ الحجر بهرج الاحتفال به من مسلمي فرنسا هذا العام. زهرة منصور فكاني، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.